وإن دخلت النار بشرك ما بتمرق منها تاني. قال تعالى في سورة النساء: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. الأنبياء والرسل دل كلهم جاب الدعوة دي أخواننا. عشان كده هسا بتلقى في دعوات كثيرة في الساحة، دعوات كثيرة شغالة، لكن أعرف إنه دعوة الحق هي الدعوة القائمة على أن يعبد الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، والدعوة الحق هي الدعوة القائمة على محاربة الإشراك بالله سبحانه وتعالى وعلى نشر التوحيد وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. واعرف تماما إنه أي زول مما يهون لك من أمر الشرك أعرف إنه مسك الدرب الغلط. الشرك خطر يا أخواننا، الشرك أخطر ذنب. النبي عليه الصلاة والسلام في فراش الموت، في فراش الموت قالت السيدة عائشة رضي الله عنها: كان يطرح خميصة له قطعة كانت جنبه يشيل القطعة بدخلها في الموية من شدة الحمى والصداع، كان يشيل القطعة يدخلها في الموية وخدها في وشه. قالت: إذا اغتم بها كشفها، يفكها من وشه. بيقول لهم للصحابة قاعدين جنبه: السيدة عائشة ابن عباس صحابة أجلة وعلماء، بعد يقول لهم: ألا إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. ما تهون من موضوع الشرك. الناس اللي تلكلكوا في دعوتهم في دعاة عندهم دقون ها وعمم كبيرة تعجبك، لكن دعوتهم نية ودعوة تعبانة، لأنه حق الله ما راعوا راي حق الله في الأول. القباب قدامك بتعبد، والشرك شغال، والنديهة شغالة، وعبادة القبور شغالة، وإنت لو ما اهتميت بالموضوع ده إنت ما فيك فايدة.